بنقوشها الزاهية المقاومة للزمن، يرى نايجل مقبرة رمسيس السادس للمرة الأولى من مكانه بلندن في جولة افتراضية بتقنية الثلاثة أبعاد. حنينه لرؤية مصر مرة أخرى زاد بعد هذه الجولة المتاحة لمحبي الحضارة الفرعونية من كل البلدان. في مصر أطلقوا هذه الزيارات الافتراضية للمقاصد السياحية، وبالطبع ليس كما لو كنت هناك، لكن هذه طريقة رائعة لكي يستطيع العامة زيارة هذه المواقع أو حتى التخطيط لرحلات مستقبلية لاكتشاف أماكن لم يروها من قبل في مصر. أعتقد أنه من الرائع عرضهم أماكن متنوعة كل ليلة. وهذه جولة أخرى متاحة عبر الإنترنت في مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية من العصر الروماني بتوابيتها المزينة بأكاليل من أوراق العنب وغيرها من المشاهد. هذه الزيارات الافتراضية لأماكن أثرية عدة من فترات تاريخية متنوعة أطلقتها وزارة السياحة المصرية في إطار مبادرة تجربة مصر من المنزل. إلى جانب هذا تعرض مقتنيات المتاحف المصرية في لقطات مصورة مع شرح لها من مرشدين سياحيين. مش بس بنقدم وجبة ثقافية متكاملة من تاريخ مصري قديم أو إسلامي أو قبطي أو يهودي، لكن كمان بنوري الجمال المقاصد السياحية اللي موجودة في مصر. الخدمة دي متاحة مجاناً بدون أي رسوم، بتبدأ في توقيت معين كل يوم، الناس بقت مستنياها. كان في تسليط ضوء على أهم المقتنيات اللي موجودة في المتاحف من خلال فيديوهات بنعرفهم بالتراث، بالتاريخ، بالجمال، بالروائع اللي موجودة في المتاحف. وفرضت مواجهة فيروس كورونا في مصر إغلاق الأماكن السياحية والأثرية وتعقيمها ضمن إجراءات احترازية للسيطرة على الجائحة وإعادة تهيئاتها للزيارة مرة أخرى. هاشم الناع، الحرة، القاهرة.